بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، السنة الخامسة ابتدائي. إذا نستأنف مع الصفحة رقم 38. نو كونتينيون افيك لا باج 38. اون هو دو لا باج كوم نو لو فويون اون ا يوتيليزاسيون دو ديكسيونير. استعمال المنجد. استعمال المنجد. لوتيليزاسيون تأتي من فعل يوتيليزي. إذا لوتيليزاسيون تأتي من فعل يوتيليزي. يوتيليزي يعني يوتيليزي يعني استعمل. لوتيليزاسيون دو ديكسيونير استعمال المنجد. لو برومي باراغراف كوم نو فويون اون جو اوبسيرف اي جو ديكوفر. جو اوبسيرف اي جو ديكوفر. انا الاحظ وانا اكتشف. ماذا سنلاحظ وماذا سنكتشف؟ جو اوبسيرف ست باج دو ديكسيونير. جو اوبسيرف ست باج دو ديكسيونير. أنا ألاحظ هذه الصفحة من المنجد. Je relève le nombre de mots expliqués sur cette page. Je relève le nombre de mots expliqués sur cette page. أنا أستخرج عدد الكلمات المشروحة sur cette page على هذه الصفحة. إذا طبعا سننظر كم من كلمة موجودة هنا يشرحها هذا المنجد طبعا على هذه الصفحة. Je relève le nombre de mots expliqués sur cette page. أنا أستخرج عدد الكلمات المشروحة على هذه الصفحة. إذا طبعا سننظر الصفحة. سننظر الصفحة. إذا الصفحة هي هذه كما نلاحظ. إذا عندنا مثلا كلمات غرافيتي. غرافيتي مثلا انسكريبسيون ديسان غريفوني سوغ ان ميغ. إذا نتكلم عن انسكريبسيون يعني نقش. انسكريبسيون ممكن ان تعني تسجيل او تدوين او تعني كما عندنا هنا نقش. اذا نتكلم عن نقش ديسان غريفوني. اذا نتكلم عن رسم انه منقوش سوغ ان ميغ. سوغ ان ميغ على حائط. الرسم والنقش على الحائط يسمى غرافيتي. نقول مثلا il est interdit de faire des graffitis dans le métro. il est interdit de faire des graffitis dans le métro. يعني أنه ممنوع أن تقوم بنقوش في المترو داخل المترو في المترو. Il est interdit de faire des graffitis dans le métro. يعني أنه ممنوع أن تقوم بنقوش أو رسومات بهذا النوع الذي ذكرنا الآن dans le métro في المترو. ثم يضيف المنجد فيقول c'est un mot italien qui veut dire inscription sur les murs. إذن هي كلمة إيطالية التي تعني التسجيل على الحيطان. سيتامو إيطاليا هي كلمة إيطالية كيف يدير المقصود التي تعني في معناها انسكريبسيون سور لي ميغ النقش على الحيطان. إذا هذا هو منين جات هذه كلمة غرافيتي. ثم عندنا مثلا كلمة غرايون موفيز أودور دو غريس فخيت. إذا نتكلم عن موفيز أودور دو غريس فخيت. إذا نتكلم عن رائحة سيئة للشحمة مقلية. نقول مثلا بوم دو تير فخيت. إذا نتكلم عن بطاطس مقلية. إذا فخيت يعني أنها مقلية. غرايون المقصود به موفيز أودور دو غريس فخيت. إذا نتكلم عن رائحة سيئة لشحوم مقلية إلى آخره. مثلا كلمة غرا نتكلم عن حبة. حبة من الحبوب. إذا غرا فخوي أو غران دون سيريال. إذا نتكلم عن فاكهة أو غران. غران طبعا سنراه هنا كما نلاحظ هنا. إذا فخوي إذا نتكلم عن فاكهة أو غران أو نتكلم عن بذرة دون سيريال. كل النباتات التي تزرع من أجل استعمال حبوبها في التغذية تسمى سيريال مثل الشعير مثل القمح إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا عن فخوي إذا نتكلم عن فاكهة هذه النباتات. المقصود أننا نتحدث عن هذه الحبوب لكن من أجل استعمالها في التغذية. إذا نقول عنها فخوي. لكن إذا أردنا زرعها نسميها غران. إذا فخوي أو غران دون سيريال. إذا نتكلم عن إذا نتحدث هنا عن حبوب هذه النباتات التي تستعمل كفواكه المقصود أنها ستستعمل في التغذية أو غران أو أنها ستستعمل كبذور. المقصود أننا سنقوم بزراعتها من أجل إنتاج حبوب أخرى. إذن تسمى غران. وهذا الذي عندنا هنا. نتكلم هنا عن غران بارتي دون بلونت. إذا نتكلم عن جزء من نبات كي اون فوا دون لا
الطيخ الذي بمجرد أن يكون في الأرض في التراب بمعنى آخر donne naissance à une autre plante يعطي ولادة à une autre plante لنبات آخر بمعنى هذا معنى هذا أننا نأخذ جزءا من نبات ما نضعه في الأرض فيعطينا نبات آخر المقصود فينبت نبات آخر إذن سواء تعلق الأمر بالبذور بالحبوب التي تستعمل كبذور أو سواء تعلق الأمر بقطع جزء من شجرة ما أو سواء تعلق الأمر بقطع جزء من شجرة ما ووضعه في الأرض ليعطي ولادة لشجرة أخرى تسمى بذرة إذن نقول عنها غرين بارتي دون بلانت إذن نتكلم عن جزء من نبات بارتي دون بلانت إذن نتكلم عن جزء من نبات إذا نتكلم عن جزء من نبات كي الذي اون فوا بمجرد بمعنى آخر هنا عندنا مرة واحدة المقصود بمجرد دون لا تيغ بمجرد أنه يكون في الأرض هنا عندنا كما نقول مرة واحدة في الأرض كما نقول هنا مرة واحدة في الأرض المقصود بمجرد أن يوضع في الأرض دون نيسونس يعني أنه يعطي ولادة طبعا لا نيسونس المقصود بالولادة ومنها فعل نطخ ومن فعل ناتخ يعني فعل ولد ومن لوفيرب ناتخ يعني انه يولد ياتي للعالم ياتي لهذا العالم المقصود انه يولد اذا دون نيسونس انه يعطي ولاده ا انوتر بلانت لنبات اخر اذا نتكلم عن بذره اذا على كل حال عندنا مجموعه كلمات مشروحه على هذه الصفحه كما عندنا في اخر الصفحه عندنا غون يعني كبير غوند كبيرة. الآن كم هو عدد الكلمات المشروحة؟ alors je relève le nombre de mots expliqués sur cette page. je relève le nombre de mots expliqués sur cette page. أنا أستخرج عدد الكلمات المشروحة على هذه الصفحة. quel est le nombre de mots expliqués sur cette page؟ إذن ما هو عدد الكلمات المشروحة على هذه الصفحة؟ on a le premier mot, le deuxième mot, le troisième mot, le quatrième mot. Le cinquième mot, le sixième mot, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sur cette page, on a 13 mots expliqués. Sur cette page, le nombre de mots expliqués est 13. Sur cette page, le nombre de mots expliqués est 13. Et dans la page, le nombre de mots expliqués est 13. Sur cette page, le nombre de mots expliqués est 13. Et dans la page, le nombre de mots expliqués est 13. Après, je note le premier, le dernier mot. Je note le premier, le dernier mot. أنا أسجل أول وآخر كلمة بيان سور سور سات باج أول كلمة كما نلاحظ هي أصلا مسجلة في أعلى الصفحة إذن كما نلاحظ هنا عندنا غرافيتي وظيفته أن تسهل البحث عن الكلمة المبحوث عنها طبعا الكلمة الموجودة في الأعلى بخطوط كبيرة إذن هاد الكلمة وظيفته أن تسهل البحث عن الكلمة المبحوث عنها فبمجرد قلب الصفحة ثم النظر إلى الكلمة أعرف ما هي الكلمات التي ستأتي بعدها كما لو أنه عندي رقم هنا le premier mot c'est graffiti et le dernier mot c'est grand ou bien grand le dernier mot est grand ou bien grand طبعا grand كبير في المؤنث نقول grand تقريبا نفس الكلمة ثم بعدها je découvre le classement par ordre alphabétique أنا أكتشف الترتيب بالترتيب الأحرف الهجائية Je découvre le classement par ordre alphabétique. أنا أكتشف الترتيب. De quel classement s'agit-il? بأي ترتيب يتعلق الأمر هنا. Je découvre le classement. De quel classement s'agit-il? أنا أكتشف الترتيب. بأي ترتيب يتعلق الأمر. Je découvre le classement. طبعا je découvre le classement des mots. أنا أكتشف ترتيب الكلمات التي أرى هنا. إذن هذه الكلمات التي أرى هنا أنا سأكتشف ترتيبها.
ما هي الطريقة التي رتبت بها؟ لماذا هذه الكلمة لا تسبق هذه الكلمة؟ ولماذا هذه الكلمة وضعت هنا بعد هذه الكلمات الأخرى؟ فلماذا لم تأتي هي أولا؟ لماذا لم تأتي هذه الكلمة أولا؟ لماذا لم نضع هذه الكلمة مثلا قبل هذه الكلمات الأخرى؟ أو نضعها مثلا في آخر المنجد أو في آخر الصفحة؟ إذن هناك ترتيب ما هو الذي يحتم علينا أن نضع الكلمات بهذا الترتيب حتى يسهل وحتى تكون القاعدة واضحة في البحث عن أي كلمة نريد البحث عنها. إذن جو ديكوف لو كلاسمون، أنا أكتشف ترتيب الكلمات. المقصود هنا جو ديكوف لو كلاسمون ديمو، أنا أكتشف ترتيب الكلمات بأي طريقة؟ بار أوردر ألفابيتيك، بترتيب الأحرف الهجائية، بترتيب الأحرف الهجائية. إذا نتكلم عن لوردر ألفابيتيك، لوردر ألفابيتيك مثلا كما نلاحظون عندنا لوردر ألفابيتيك ما تنبداوش مثلا بزيد، اللي مألوف أننا تنبداو بأ. إذا هذا تتسمى ترتيب الأحرف، فوالا سي لوردر ألفابيتيك، هذا هو ترتيب الأحرف الهجائية، هذا ترتيب الأحرف الهجائية كما نلاحظ في اللغة الفرنسية. إذا عندنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذا عندنا هذه الأحرف بهذا الشكل مرتبة بالطريقة. إذا هذه طريقة الترتيب هي التي سنعتمدها في ترتيب الكلمات في المنجد. كيف ذلك؟ نعود إلى المثال التالي. أولا عندنا مثلا هذه الأرقام، إذا قلت لك مثلا ما هو العدد الأكبر 10 أو 14، ما هو العدد الذي سيأتي أولا عندما أنا أكون في العد؟ هل سأذكر 10 هي الأولى أو 14 هي الأولى؟ عندما أكون مثلا أبحث عن 14 ووصلت إلى 8، هل سأقول بأن 14 توجد قبلا أو بعدا؟ طبعا سأقول بأن 14 تأتي بعدا. لماذا؟ طبعا في مخيلتي هناك ترتيب نحن متعودون عليه لهذه الأعداد. أقول مثلا 8 9 10 11، أعرف بأن العدد 14 قريب 12 13 ثم 14. مثلا إذا قارنت 17 و21، 17 تأتي قبل 21. لماذا؟ لأنني سأقارن الرقم الأول مع الرقم الأول فأجد 1 قبل 2، إذن وبالتالي فالرقم 17 هو قبل العدد 21 رغم أن 7 أكبر من 1. نفس الشيء في المنجد، الأعداد نرتبها حسب الأرقام من 0 إلى 9. هذه الأرقام من 0 إلى 9 هي التي تعتمد في كتابة كل أعداد، هي التي تعتمد في كتابة بقية الأعداد، كل أعداد. مثلا 1516 مكون من هاد المربعين 1516 نقارنه مع 1718، من الذي سيأتي أولا؟ أقارن واحد مع واحد طبعا نفس الرقم، ثم أقارن في المرتبة الثانية 5 مع 7، إذن 5 تأتي قبل 7، إذن الرقم 1516 هو قبل 1718. إذا قارنت مثلا 2324 أقارنها مع 2122، 2324 أقارنها مثلا مع 2122، طبعا 2 مع 2 نفس الرقم، ثم أنتقل للرتبة الثانية في العددين أقارن 3 مع 1، طبعا 1 يأتي قبل 3، وبالتالي 2122 هي قبل 1324. نفس الشيء في الكلمات، فقط في الأعداد أنها تعتمد الأرقام من 0 إلى 9، أما في الكلمات فهي تعتمد الأحرف من A إلى Z، يعني أن المسافة أطول. إذن كما تلاحظوا المسافة أطول. في الأحرف الهجائية عندنا 26 حرفا، عندنا 26 حرفا، طبعا هي التي سنعتمدها بهذا الترتيب الذي عندنا هنا في ترتيب الكلمات على المنجد. إذن فلنلاحظ الأمثلة. دون لو ديكسيونير في المنجد لي مو سون رونجي، إذن الكلمات أنها مرتبة، رونجي رونجي كلكو شوز يعني أنك ترتبها، يعني أنك ترتب مثلا أدوات في الخزانة، ترتب كتبا في الخزانة مثلا بشكل ما. نتكلم عن لو فيرب رونجي، إذن هذه الكلمات أنها أيضا سترتب في المنجد تماما مثل ترتيبنا للملابس في الخزانة أو للكتب في الخزانة. إذن دون لو ديكسيونير لي مو سون رونجي،
إذا في المنجد الكلمات أنها مرتبة dans l'ordre alphabétique بالترتيب الحرفي الهجائي بترتيب الأحرف الهجائية dans l'ordre alphabétique كما نقول بالترتيب الحرفي الهجائي بهذا الشكل لا نضع زيد هي الأولى أو نضع مثلا الج هنا أو نضع الط هنا بل نأخذ هذا الترتيب الذي عندنا هنا إذن pour trouver un mot الآن سنذهب إلى المنجد للبحث عن كلمة pour trouver un mot للبحث عن كلمة il faut regarder la première lettre يجب النظر إلى الحرف الأول il faut regarder la première lettre يجب النظر إلى الحرف الأول puis la deuxième puis la deuxième ثم للثاني puis la deuxième ثم الثاني et ainsi de suite وهكذا وهكذا يتبع كما نقول et ainsi de suite وهكذا يتبع كما نقول وهكذا نقوم مع المرتبة الثالثة الرابعة الخامسة من حيث الأحرف نأخذ مثلا الكلمة التالية example أمثلة أباي مثلا أنا أبحث عن كلمة papillon يعني فراشة أنا فتحت المنجد فوقعت عيني على كلمة أباي كلمة نحلة أباي إذن طبعا كلمة أباي كما نلاحظ أنها مبدوءة بحرف أ وحرف أ هو قبل بي إذن سنقارن الحرف الأول مع الأول كما عندنا هنا il faut regarder la première lettre يجب النظر إلى الحرف الأول الحرف الأول عندنا أ أما أنا فأبحث عن كلمة مبدوءة ببي طبعا إذا كنت أنا أحفظ الأحرف الهجائية بهذا الترتيب يعني وأنا ضابط لها أكيد أنني سأعرف بأن بي أن تأتي بعد أ أعرف بأن حرف بي يأتي بعد أ طبعا عندما أنظر إلى كلمة أباي فإذا كنت أنا أحفظ الأحرف الهجائية الفرنسية بالترتيب بترتيبها هكذا وهذا ضروري منه إذن أعرف حتما ومباشرة أعرف بأن بي هي تأتي بعد أ طبعا كما نلاحظ بأن بي تأتي بعد أ وبينها عدة أحرف أخرى إذن طبعا كلمة أباي سأقلب الصفحات للوصول إلى كلمة بابيون عندنا هنا أباي إي أفون بابيون يعني أن كلمة أباي هي تقع في المنجد قبل بابيون لماذا؟ إذن أباي إي أفون بابيون أباي إي أفون بابيون إذن كلمة أباي هي تقع في المنجد قبل كلمة بابيون دون لو ديكسيونير إذن أباي إي أفون بابيون دون لو ديكسيونير إذن كلمة أباي هي قبل بابيون في المنجد باغسكو أ لأن حرف أ الذي يقع في المرتبة الأولى إي أفون بي هو قبل بي الحرف الأول في الكلمة الثانية إذن طبعا أقارن الأول مع الأول والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث وهكذا إذن كما عندنا هنا إذن il faut regarder la première lettre puis la deuxième et ainsi de suite يعني puis la troisième puis la quatrième puis la cinquième إلى غير ذلك إذن أقارن طبعا الحرف الأول مع الحرف الأول الثاني مع الثاني إلى غير ذلك إذن طبعا عندما أقارن الحرف الأول مع الحرف الأول في الملاحظة الأولى في المقارنة الأولى أجد اختلافا أ قبل بي لاحظ هنا مثلا في الكلمة الثانية عدنا في المرتبة الثانية عدنا أ في الكلمة الأولى عدنا المرتبة الثانية عدنا فيها بي وأ قبل من بي لا ما تناخدوش الترتيب تناخدو الأول باللول عندنا كلمة بابيون في المرتبة الثانية عندنا أ كلمة بابيون في المرتبة الثانية عدنا أ كلمة أباي المرتبة الثانية عندنا بي إذن أ تسبق بي مع ذلك لا نأخذ هذا المعيار بل نأخذ الأول بالأول إذن عندنا أ تسبق بي إذن سنأخذ بأن أباي يجب وضعها قبل كلمة بابيون دون ديكسيونير في المنجد لماذا؟ باغسكو أ إي أفون بي الأول بالأول نبدأ بمقارنة الحرف الأول بالأول إذن أ إي أفون بي دون لالفابي يعني في هاد الأحرف الهجائية إذن طبعا أ إي أفون بي دون لالفابي إذن أ تسبق حرف بي في ترتيب الأحرف الهجائية ومدام أن كلمة أباي تبتدئ بأ وبابيون تبتدئ ببي وبالتالي فكلمة أباي في المنجد تأتي قبل كلمة بابيون ثم ننتقل إلى المثال الثاني عندنا ليون إي أفون لو عندنا ليون يعني أسد ليون يعني أسد ثم عندنا لو يعني ذئب طبعا ليون كلمة ليون تبتدئ بآل لو
أيضا تبتدئ بال. إذا الحرف الأول مع الحرف الأول أنهما متكافئان، آل مع آل. عندئذ ننتقل إلى الحرف الثاني، عندئذ ننتقل إلى الحرف الثاني. عندنا في كلمة اليوم عندنا إي، في كلمة لو الحرف الثاني هو أو. طبعا عندنا إي كما نلاحظ هنا هو يقع قبل أو، هو يقع قبل أو، وبالتالي فإن كلمة اليوم التي تتوفر على إي في المرتبة الثانية ستكون في المنجد قبل، ستقع في المنجد قبل كلمة لو التي تتضمن على أو كحرف ثاني. لماذا؟ لأن إي قبل أو. إذن اليوم إي أفون لو، إذن كلمة اليوم إي أفون لو، إذن اليوم إي أفون لو، اليوم إي أفون لو، إذن كلمة اليوم هي قبل كلمة لو، إذن اليوم قبل لو، إذن اليوم إي أفون لو، كلمة اليوم تقع في المنجد قبل كلمة لو. إذن اليوم إي أفون لو دون لو ديكسيونير، إذن كلمة اليوم هي قبل كلمة لو في المنجد. Parce que i est avant o. Parce que i est avant o. لأن حرف i هو قبل حرف o dans l'alphabet. يعني في هذا الترتيب الهجائي. إذا الألفابي المقصود به هو هذه الأحرف الهجائية. هذا هو المقصود بالألفابي. يعني الأحرف الهجائية تسمى الألفابي. ثم ننتقل إلى المثال الثالث. غنقارن في هذه الحالة بين كلمة شا إشيا، كلمة قط وكلب. كلمة قط وكلب. شا إشيا. إذن شا إي أفون شيا. طبعا غنقارنو الحرف الأول مع الحرف الأول نفسه، الحرف الثاني مع الحرف الثاني نفسه. سنقارن الحرف الأول مع الحرف الأول هو نفسه سي، ثم نقارن الحرف الثاني مع الحرف الثاني هو نفسه الحرف أش، ثم ننتقل إلى الرتبة الثالثة. إذن سنجد عند كلمة شا أ، وسنجد عند كلمة شيا إي. إذن طبعا تنعرف بأن أ تجي قبل من الحروف كلها، وبالتالي فإن أ هي قبل إي. طبعا إي يقع هنا كما نلاحظ، طبعا إي يقع هنا. إذن شا إي أفون شيا، إذن كلمة شا هي قبل شيا دون لو ديكسيونير في المنجد. باسكو أ إي أفون إي، باسكو أ إي أفون إي، لأن أ هي تقع قبل إي دون لالفابي في الأحرف الهجائية. نعود إلى الصفحة التي عندنا. طبعا مثلا كلمة غرافيتي كما نلاحظ عندنا جي، نقارن غرافيتي مع غريون. عندنا جي جي، اغ اغ، ا ا، ثم عندنا اف في المرحلة الرابعة، وعندنا اي في المرحلة في الرتبة الرابعة. ثم مع كلمة غرافيتي عندنا في الرتبة الرابعة اف، ومع كلمة غريون عندنا في الرتبة الرابعة عندنا ال. طبعا اف تقع قبل ال، وبالتالي فإن كلمة غرافيتي ستقع قبل كلمة غريون، وبالتالي فإن كلمة غرافيتي ستقع في المنجد قبل كلمة غريون، تماما كما يحدث مع الأعداد بنفس الطريقة. نقارن مثلا كلمة غريون مع غرا. عندنا في الرتبة الأولى جي جي، الرتبة الثانية إغ إغ، الثالثة أ أ، الرابعة إي إي، لكن في الخامسة عندنا هنا آل وعندنا هنا آن. آل آن، آل تقع قبل آن، فلننظر عندنا آل تقع قبل آن، لاحظ هنا آل قبل آن، إذن غريون ستكون قبل غا، إذن كلمة غريون ستقع في المنجد قبل كلمة غا. إلا كنت أنا مثلا تنقلب على كلمة غرامير، نعطي هذا المثال. إذا كنت أنا أبحث عن كلمة غرامير ثم أن وقعت عيني على كلمة غران، غرامير سأتابع الأحرف غام غام، هنا عندنا إي، طبعا أم تقع بعد إي، أم تقع بعد إي، وبالتالي فأنا سأتابع البحث فيما بعد هذه الكلمة. لنفرض بأنني أبحث عن كلمة غران، وقعت عيني على كلمة غرامير، وقعت عيني على كلمة غرامير، سأقول غران غران غران، طبعا كاين إي هنا، كاين إي، أنا عندي آمنة. إذن طبعا كلمة غران تقع قبلا. لماذا؟ لأن إي تقع في الترتيب الهجائي قبل آم، فلننظر عندنا إي تقع قبل آم، وبالتالي فإن كلمة غران أكيد أنها ستكون قبل غرامير.
إذا وأنا أبحث عن كلمة غان، أنظر فأرى كلمة غامير. طبعا سأعود لأبحث فيما قبلها وليس فيما بعدها. لماذا؟ لأن حرف إي الذي يقع في الرتبة الرابعة هو قبل إم الذي يقع في الرتبة الرابعة بالنسبة لكلمة غامير. إذا سأعرف بأن كلمة غان تقع في المنجد قبل كلمة غامير، وهكذا بالنسبة لباقي الكلمات. إذن جو ديكوفر لو كلاسمون باغ أوردر ألفابيتيك. إذن الآن اكتشفنا طريقة ترتيب الكلمات حسب ترتيب الأحرف الهجائية. Pour l'instant, nous passons au deuxième paragraphe. Je manipule et je réfléchis. أنا أعالج وأنا أفكر. Sur le tableau suivant, je vérifie l'emplacement de quelques mots par rapport à la page. Ci-dessus. يعني أعلاه. Sur le tableau suivant. إذن نتكلم عن الجدول التالي. Sur le tableau suivant. على الجدول التالي جو فيغيفي. جو فيغيفي انا افحص وادقق. جو فيغيفي المقصود بها افحص وادقق. سالو فيرب فيغيفي هذا فعل فحص او دقق. جو فيغيفي لومبلاسمون دو كيلكومو انا اتحقق من مكان دو كيلكومو بعض الكلمات. طبعا كما نلاحظ هنا قلنا كيلكومو عندنا بعض الكلمات بارابور على باج سو دوسي. بارابور يعني بالنسبه، يعني غنديرو مقارنة بين هاد الكلمات اللي عندنا هنا. سنقارن مكان هاد الكلمات بارابور ا لا باج سي دوسي بالنسبة للصفحة أعلى التي رأينا قبل قليل. سور لو طابلو سويفون. إذن على الجدول التالي جو فيغيفي لومبلاسمون، أنا أفحص وأدقق. لومبلاسمون يعني مكان موضع. جو فيغيفي لومبلاسمون. جو فيغيفي لومبلاسمون أنا أفحص وأدقق في موضع دو كيلكومو لبضع كلمات. بارابور ا لا باج سي دوسي بالنسبة للصفحة أعلى. برونون لو بخوميي مو اون ا غران كوم نو فويون غران. نو زالون فيغيفي لومبلاسمون دي مو غران بارابور ا لا باج سي دوسي. لو مو غران كوم نو فويون سو تخوف سور سات باج. نلاحظ بأن كلمة غران تتواجد على هاد الصفحة. إذا سنقول ماذا؟ إذا سنقول غران سو تخوف سور سات باج، أنها تتواجد على هذه الصفحة. نو زالون ميتخ اون كوش إيسي. إذا سنضع علامة هنا. أبخي أون أبخي أون لو مو غراف. أبخي أون لو مو غراف. غراف. إي نو زالون فيريفي بيان سور سور لا باج. إي نو زالون دير إسكيل سو تخوف أفون سات باج، سور سات باج، أو بيان أبخي سات باج. نو زالون دير إسكو لو مو غراف سو تخوف sur cette page, avant cette page ou bien après cette page. Voilà la page. Nous allons vérifier l'emplacement des mots graves par rapport à cette page. Ça nous قارن موضع كلمات grave بالنسبة لهذه الصفحة. إذا طبعا عندنا grave نقارنها مع graffiti، يعني أول كلمة في الصفحة. أولا نقارن grave مع كلمة graffiti. طبعا أول كلمة في هذه الصفحة graffiti. طبعا grave عندنا gra ثم في. طبعا في المخيلة ديالنا تنتصوروا كلمة غراف، يعني أن في غتكون مع اف. إذا غنقارنوا كما تلاحظوا غا، إذا حتى غراف عندها هاد غا. ثم تنوصلوا لغراف، هنا عندنا غراف. إذا غنقارنوا اف مع في. إذا أكيد بأن في تجي بعد اف. إذا وبالتالي فإن كلمة غراف تأتي بعد غرافيتي. نقارن مع آخر كلمة في الصفحة كما نلاحظ غا. هنا عندنا غران، هنا عندنا ان غراف عندها في هنا، وبالتالي علينا ان نقلب الى الصفحات التي تاتي فيما بعد للبحث عن كلمه غراف. اذا كلمه غراف تاتي بعد هذه الصفحه. اذا كلمه غراف تاتي في صفحه ما بعد هذه الصفحه. سنضع غراف سو تروف ابري سيت باج. لومبلاسمون دي مو غراف سو تروف ابري سيت باج. إذا مكان كلمة غراف، موضع كلمة غراف يقع بعد هذه الصفحة. أبخي أون لو مو غراد، غراد. أبخي أون لو مو غراد، غراد. عندنا غراد، غراد. إذا دي قبل من إي، نرجعو. كاينة غراف، غراف. إذا دي غراد. إذا دي كاينة هنا. إذا عندنا هنا إف. إذا دي قبل من إف، تنقولو أ بي سي دي. اف. اذا دي قبل من اف. اذا وبالتالي كلمه غراد قبل من كلمه غرافيتي. اذا سنقول ماذا؟ اذا سنقول
L'emplacement des mots grades se trouve avant cette page. إذا موضع كلمة grad يتواجد قبل هذه الصفحة. ثم عندنا كلمة grammaire. أكيد أنها موجودة على الصفحة كما رأينا. ثم عندنا كلمة grammaire. إذا كما نرى أن لومو غرامير. أن لومو غرامير. إذا كما نلاحظ بأن لومو غرامير se trouve sur cette page. كما نلاحظ هنا l'emplacement des mots grammaire se trouve sur cette page. إذا مكان كلمة grammaire يتواجد على هذه الصفحة. ثم بعدها dans le dictionnaire chaque mot est suivi d'une ou plusieurs lettres abréviation que veulent dire ces lettres que veulent dire ces lettres que veulent dire ces lettres ماذا تريد تقول هذه الاحرف ماذا تريد تقول هذه الاحرف عندنا dire يعني قال veulent c'est le verbe vouloir يعني فعل أرادة ماذا تريد تقول هذه الاحرف المقصود ماذا تعني هذه الاحرف تنشوف هاد الأحرف اللي عندنا أش بغا تقول المقصود ما هو معناها مثلا شاك مو إسويفي دين شاك مو إسويفي دين أو بليزيور لاتر يعني كل كلمة متبوعة بحرف أو مجموعة أحرف تلاحظوا مثلا على المنجد كل كلمة تتكون متبوعة بحرف أو مجموعة أحرف كوفيل دير سيلاتر ماذا تريد أن تقول هاد الأحرف المقصود ما هو معناها عندنا هنا مثلا أن أم طبع الكلمات التي تكون بعد الكلمات المشروحة هي تتكرر بكثرة هي تتكرر بكثرة بالتالي ستكون طويلة إذا كتبناها كاملة لذلك نختصرها إذا نتكلم عن abbreviation يعني اختصار abbreviation يعني اختصار لهذه الكلمات نختصرها في أحرف مثلا عندما نرى NM المقصود بها non masculin يعني أنه اسم مذكر non masculin non masculin اسم مذكر نو ماسكولان اسم مذكر فنلاحظ مثلا كلمة غرافيتي ستانو ماسكولان غرافيتي ستانو ماسكولان إذا هي كلمة مذكرة ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك عندما تجد نفسك أمام كلمة عندما أكتب كلمة غرافيتي فلا أدري ماذا أقول هل سأقول لا غرافيتي أو أقول لو غرافيتي الذي سيحدد لهذا الأمر هو البحث عنها في المنجد ثم انظر لهاد الاحرف اذا وجدت ان ام المقصود بانه ستانو ماسكولان يعني انه اسم مذكر اذا في هذه الحاله ساقول ان غرافيتي في هذه الحاله ساقول ان غرافيتي او اقول لو غرافيتي او اقول لو غرافيتي يعني على حسب الاستعمال على حسب الحاجه اسبقها بان او اسبقها بلو مثلا كلمه غريون كما تلاحظوا حسب التعريف الموجود هنا ان ام ستانو ماسكولان اذا نقول ان غريون لا نقول ان غريون بل نقول ان غريون هي كلمه مذكره مثلا كلمه غران اذا اقول لو غران الحبه لو غران الحبه او اقول ان غران او اقول ان غران يعني حبما او اقول ان غران يعني حبه حبه يعني غير معرفه غير معرفه اذا اردت تعريفها اقول الحبه يعني اقول لو غران لا اقول ان غران اما اذا قلت ان غران يعني حبه من الحبات غير معروفه اذا هنا اضع ان غران لا اقول ان غران على عكس كلمه غران ستانو فيمينا اذا هو اسم مؤنث اذا هنا اقول لا غران هنا اقول لو غران لو غران هنا اقول لا غران هنا اقول ان غران هنا اقول ان غران هنا أقول إن غران فبالإضافة إلى شرح الكلمة الذي نرى هنا هناك هذه الأحرف التي ستأتي بعد هذه الكلمة المشروحة هذه الأحرف أنها تحدد لنا طبيعة هذه الكلمة هل هي مذكرة هل هي مؤنثة هل هي جمع إلى غير ذلك أحيانا نجد بعض الكلمات أنها تكون فقط في الجمع سنضع بي سنضع بي بلوغيال نو في مينا مثلا بلوغيال إذا سنضع ان اف بي مثلا كلمات غرانتيي غرانتيي نو ماسكولان مثلا غرانتيير غرانتيير نو فيمينا اسم مؤنث مثلا غراس ستان نو فيمينا إذا أقول لا غراس لا أقول لو غراس لماذا؟ باسكو ستان نو فيمينا لأنه اسم مؤنث إذا أردت
ألا أعرفها؟ إذا أردت أن أترك نكرة غير معرفة أقول إنغاس. إذا أردت تركها نكرة غير معرفة أقول إنغاس. إنغاس. لا أقول إنغاس لأن كلمة مؤنثة. مثلا لاحظ هنا NFPL. إذا نتكلم عن نو في ميناء بلوريال. نو في ميناء بلوريال. غاميني. غاميني. إذا كلمة غاميني هي كلمة مؤنثة جمع. كلمة في أصلها هكذا. اسم مؤنث جمع. اسم مؤنث جمع. نو في ميناء بلوريال. ستان نو في ميناء بلوريال. إذا نتكلم عن اسم مؤنث جمع. إذا في أصلها هكذا. مثلا كلمة غامير. كلمة غامير يعني النحو. إذا نقول لا غامير. النحو. لا غامير. لا نقول لو غامير. لماذا؟ Pourquoi? Parce que c'est un nom féminin. Parce que c'est un nom féminin. هذا اسم مؤنث. مثلا غراماتيكال. غراماتيكال بأنا. إذا نتكلم عن أدجكتيف. إذا نتكلم عن نعت. نقول مثلا إن فوت غراماتيكال. أقول مثلا إن فوت غراماتيكال. خطأ نحوي. خطأ نحوي. يعني أنه يتعلق بالنحو وبقواعد اللغة. إذا أتكلم عن إن فوت. فوت. هذه كلمة مؤنثة. ستانو في ميناء. هاد الأحرف اللي عندنا هنا. عندنا ستانو في ميناء. إلا قلبنا عليها في الديكسيونير غنلقاوها ستانو في ميناء. غنلقاوها نو في ميناء. غنلقاوها اسم مؤنث. إذن إن فوت. مادام أننا نريد أن نقول عن إن فوت يعني خطأ. طبعا خطأ في اللغة العربية هو كلمة مذكرة. لكن في اللغة الفرنسية كما قلنا هي كلمة مؤنثة. وبالتالي سنصفها بأنها نحوية. سنستعمل هاد غراماتيكال بأه. نتكلم عن خطأ نحوي. طبعا في اللغة العربية نقول خطأ نحوي. إذا نتكلم عن مذكر هنا. طبعا ممكن أن الخطأ يكون إملائي. ممكن أن الخطأ يكون إملائي أو يكون لغوي أو يكون بشكل آخر. يعني أننا نعطيه وصف. نعطيه وصف. هنا هاد غراماتيكال ستان أدجكتيف. هذا وصف. هذا ستان أدجكتيف. إذا هو وصف. مثلا كلمات غران. كلمة غو ممكن أن تكون أدجكتيف. ممكن أن تكون نعت. نصف شيئا ما أو شخصا ما بأنه غو بأنه كبير. وممكن أننا نقول لو غو. لو غو يعني الكبير. ممكن أننا نقول لو غو يعني الكبير. لا نقول لا غو. نقول لا غوند. إذا نتكلم عن نو في ميناء. اسم مؤنث. وأيضا تأتي أدجكتيف. تأتي نعت. نصف شيئا بأنه كبير. إذا غو نصف شيئا بأنه كبير. غروند نصف شيئا مؤنثا نقول عنه كبيرة. كبيرة. مثلا إذا أخذنا كلمة باتيمو. إذا أخذنا كلمة باتيمو يعني بناية أو مبنى. طبعا باتيمو هي كلمة مذكرة. نقول أن باتيمو يعني بناية. إذا هنا سأقول ماذا؟ أن غرون باتيمو. أن غرون باتيمو. بناية كبيرة. كما لو نقول في اللغة الفرنسية بناية كبير. طبعا كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية كما قلنا. إذا سنصفها ب grand. Un grand bâtiment. Un grand bâtiment. في حالة مؤنث نقول grand. قل مثلا une grande forêt. Une grande forêt. يعني غابة كبيرة. غابة كبيرة. Une grande forêt. Une grande forêt. إذا كما قلنا dans le dictionnaire في المنجد chaque mot est suivi d'une ou plusieurs lettres. Abréviation. إذا في المنجد كل كلمة مشروحة تكون متبوعة بحرف أو عدة أحرف. يعني أنها تكون متبوعة بحرف أو عدة أحرف. Abréviation. هاد الأحرف ما هي إلا اختصار لكلمات. نتكلم هنا عن Abréviation. ومنها لو فيرب أبغيجي. ومنها لو فيرب أبغيجي يعني فعل اختصر. فعل اختصر. إذن Abréviation يعني اختصارات. إذن هاد الأحرف ما هي إلا اختصارات لكلمات. Que veut dire ces lettres. ماذا تريد أن تقول هذه الأحرف؟ المقصود ما هو معنى هذه الأحرف؟ قلنا بأن NM تعني نو ماسكولا. قلنا بأن NM تعني نو ماسكولا. فماذا تعني في؟ ماذا تعني في؟ إذا أخذنا مثلا كلمة غاسي تنشوف هذه الكلمة متبوعة بفي. إذا أخذنا مثلا كلمة غاسي كما نلاحظ بأن متبوعة بفي. غاسي المقصود بها شحامة. أنك تقوم بتشحيم آلة من الآلات. يعني أنك تتوضع لها لأغريس كما نقول بالدرجة المغربية. إذن غريسي إذن المقصود به شحامة. إذن في ماذا تعني في؟ في تعني فيرب.
حتى كلمة verb في المنجد c'est un nom masculin. إذا نقول un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe. لا نقول c'est une verbe. لا نقول c'est une verbe. C'est un verbe. هذا فعل هذا. إذا نقول c'est un verbe. La lettre V désigne verbe. إذا حرف V يعني يشير إلى verbe. يشير إلى كلمة verb يعني فعل. إذا هاد V اللي عندنا هنا تتعني بأن هاد غريسي راه كلمة فعل. V تتعني بأن كلمة غريسي التي نريد شرحها هنا التي نشرحها هنا أنها فعل. إذا سنضع هنا verb، سنضع هنا verb، ثم عندنا NF. ماذا تعني؟ تعني نون فيمينا كما رأينا. نون فيمينا كما رأينا. إذا NF تعني نون فيمينا اسم مؤنث. ثم عندنا ADJ. ماذا تعني هذا الاختصار؟ كافادير سات ابغيفياسيون. ما هو معنى هذا الاختصار؟ ما هو معنى هذا الاختصار؟ ADJ تعني ادجيكتيف نعت. ادجيكتيف يعني نعت. ثم عندنا ADVI. ADVI المقصود بادفيرب. ادفيرب طبعا ادفيرب كاين هناك انواع كثيره. كاين هناك انواع كثيره. اعطي مثالا فلان يسوق بشكل سريع. نقول مثلا الغول تري فيت. نقول مثلا الغول تري فيت. الغول تري فيت هو يسوق بسرعه كبيره. معنى هذا هو يسوق بشكل جد سريع. اذا هاد بشكل نصف الفعل. نصف هنا الفعل. اذا غالبا هاد لي زاد فيرب انها تكون بهذا المعنى. طبعا هناك حالات اخرى الذي يهمنا هنا ان جزءا كبيرا منها ياتي بهذا المعنى. اذا Il roule très vite. Très, c'est un adverbe. هو يسوق بشكل جد سريع. إذا هاد très, c'est un adverbe. إذا هي كما نقول ظرف. ظرف تصف ظرفية الفعل. يعني أنها تتوصف لنا الفعل كيفاش هو تيوقع. Très vite. Très vite. مثلا كلمة doucement. C'est un adverbe. بشكل بطيء. بشكل بطيء. Il marche doucement. هو يسير بشكل بطيء. كما نقول ببطء. يمكن قلب العبارة إلى هذه الصيغة بشكل بطيء. دوسمو مجموعة كلمات تكون منتهية بهذا مو. دوسمو مثلا. مثلا فرانشمو. فرانشمو يعني بصراحة. فرانشمو كما نقول بشكل صريح. بشكل صريح يقول شيئا بشكل صريح. فرانشمو سيت ان ادفيرب. لاحظ معي أنني قلت سيت ان ادفيرب. سيت ان ادفيرب لأن كلمة ادفيرب هي كلمة مذكرة. قلت c'est un adverbe لأن كلمة adverbe c'est un nom masculin هي كلمة مذكرة. إذن سأقول c'est un adverbe ولا أقول c'est une adverbe. إذن هنا سأقول c'est un adverbe ولا أقول c'est une adverbe. لماذا؟ pourquoi parce que le mot adverbe est un nom masculin لأن كلمة adverbe هي كلمة مذكرة. لذلك قلت franchement c'est un adverbe. c'est un adverbe. لذلك عرفت بكلمة فرانشمون بالقول بأنها سيت ان ادفيرب. كما نقول بأن ظرف. كما نقول بأن ظرف تتوصف لنا الفعل. كما نقول أن ظرف تتوصف لنا الفعل كيف يحدث. إذا هو يقول شيئا بشكل صريح. هو يقول شيئا بشكل صريح. إذا طبعا سنضع هنا ادفيرب. ادفيرب إذا ادفي هو اختصار لكلمة ادفيرب. ثم عندنا بريب. بريب اختصار بريب. المقصود بها بريبوزيسيون. المقصود بها هنا بريبوزيسيون يعني حرف. مثلا كلمة دو. كلمة دو سيت اون بريبوزيسيون. سيت اون شوف هنا سيت اون بريبوزيسيون. غنقلبوا على كلمة بريبوزيسيون. سيت ان نو فيمينا. سيت ان نو فيمينا. لا أقول سيت ان بريبوزيسيون بل أقول سيت اون بريبوزيسيون. حتى هذه القضية تدخل في المجيد كما رأينا. هاد ان اف اللي تنشوفو هنا هي اللي غتخليني نقول واش اون بريبوزيسيون ولا ان بريبوزيسيون. إذا هاد ان اف كون كانت عندنا هنا ان ام غنقول سي ان بريبوزيسيون إنه حرف. طبعا أنا باغي نوصف كلمة دو. باغي نوصف كلمة دو. إذا دو واش غنقول عليها؟ سي ان بريبوزيسيون أو أقول عنها سي اون بريبوزيسيون. طبعا كما رأينا كلمة بريبوزيسيون ان اف. طبعا كما رأينا في نفس المنجد كلمة بريبوزيسيون متبوعة بان اف. إذا سأقول عن ماذا؟
إذن هنا أنا سأصف هذه كلمة دو قائلاً c'est une préposition. C'est une préposition. C'est une préposition. يعني أنا حرف. يعني ماشي اسم. ما كاينش شي حاجة غنسميوها دو. أو مثلاً أقول je de. يعني أنه فعل. Je de. Tu es de. ما غاتجيش. إذن دو c'est une préposition. إذن دو هذه حرف. أيضاً كلمة en c'est une préposition. C'est une préposition. إذن en هي حرف. ممكن أن تكون adverb كما في هذه الحالة. Janvier. أنني جئت منه. أنني جئت منه. جئت من واحد المكان. جئت من مكان ما. لا نتحدث عن أن بأن بل بأن. إذن هذا حرف. وممكن أنه يكون adverb كما في حالتنا هنا. Janvier. Janvier. أنني جئت منه. جئت من مكان ما. Janvier. إذن كما نقول أنه ظرف. ظرف مكان مثلا. إلى غير ذلك. بالمناسبة نقول بأن الادفيرب لا يكون فقط مع الفعل بل له حالات أخرى. يهمنا هنا أن كلمة en c'est une préposition. ممكن أن تكون adverb في حالات أخرى وممكن أن تكون pronom personnel invariable. كما نقول ضمير شخصي invariable غير متحرك. ممكن أن تكون ضمير شخصي غير متغير. pronom personnel invariable. مثلا ممكن أن تعني de lui, d'elle, de cela. إذن كما نقول منه, منها, منهم أو من هذا أو من هذا. مثلا soyez en certain. مثلا soyez en certain يعني تأكدوا منهم أو تأكدوا منه أو تأكدوا منها أو تأكدوا من هذا أو تأكدوا من هذا. soyez en certain. soyez en certain يعني تأكدوا منه, تأكدوا منها, تأكدوا منهم, تأكدوا من هذا. كما نقول كونوا متأكدين منه. كونوا متأكدين منها. كونوا متأكدين منهم. كونوا متأكدين من هذا. إذن أن ممكن أن تكون pronom personnel invariable. على كل حال الذي يهمنا أن أن في الحالات العادية ديالها أن تكون préposition. إذن هذا الذي يهمنا هنا. إذن سنضع هنا préposition. سنضع هنا préposition. اختصار اللي عندنا هنا prep أنه يعني préposition. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.